ومزيج متماسك. إنها البودينغ، الحلوى المفضلة لدى البريطانيين في فترة عيد الميلاد. ويقدم هذا النوع من الحلوى التي تحظى بشعبية كبيرة كطبق ثالث وأخير. يعتبر البودينغ أو حلوى الميلاد من المأكولات الهامة في بريطانيا. يكفي أن نعرف أن أحد منتجيها يعد قرابة 60 مليون طبق منها كل عام، وهذا يعني أن كل أسرة تشتري طبقاً منها، وكثيرون يقومون بإعداد طبقهم الخاص. إنها فعلاً جزء أساسي من عيد الميلاد. جيل وسايمون كوم خبيران ماهران بإعداد هذه الحلوى، ونادي الحلوى الوحيد في العالم يعتبر جزءاً من فندقهما منذ 30 عاماً. وحلوى الميلاد هذه ليست إلا واحدة من مئات الحلويات البريطانية العريقة، ورسالة سايمون وجيل هي الحفاظ عليها. لقد كانت الحلوى في الأساس طبقاً محبوباً، فعندما نعود إلى الناس الذين كانوا في الماضي يعملون يدوياً هنا، فسنلاحظ أنهم كانوا يريدون تناول وجبة من مكونات رخيصة. مكونات الحلوى الحالية متوفرة في كافة الأسواق، وعددها الأصلي كان 13، وترمز ليسوع وتلاميذه 12. أما الآن فلا يتقيد أحد بذلك. ومغريات شراء الحلوى الجاهزة كبيرة. رائع أن نستطيع شراء الحلوى، ولكن أفضل إعدادها بنفسي. لا توجد وصفة واحدة للحلوى، فكل عائلة لها وصفتها الخاصة. وجيل كوم تضيف الفواكه المجففة كالزبيب والكرز والجوز أيضاً، وكل هذه تخلط بالبيض والطحين والسكر، وقشور الليمون تجعل العجينة طازجاً. وما يحفظ الحلوى لفترة أطول هي كمية من الكحول. وفي الختام يخلط المزيج بأكمله. في النهاية يتم إخفاء قطعة نقد فضية في العجين كتقليد. لم أكن أحب حلوى الميلاد كثيراً في طفولتي، لكنني كنت أتناولها من أجل قطعة النقود المخبأة فيها. وعندما تحصل على قطعة النقود فسيكون الحظ حليفك في العام التالي. يقع فندق جيل وسايمون كوم في كوتسوودز، وهي تلال خلابة في قلب إنجلترا، فيها أكواخ وأجواء رومانسية. إلا أن زواراً كثيرين يأتون من أجل حلوى البودينغ، كما أن نادي الحلوى لا ينظم لقاءات لأكل الحلوى فحسب. فالزوجان خصصا 7 غرف في فندقهما لتقديم المأكولات الحلوة. هنا على سبيل المثال جناح الشوكولاتة، غرف إعداد الحلوى بأشكال متنوعة. نحن الآن في غرفة الذيل المرقط، وهو اسم الحلوى نفسها. كنا نقول دائما يمكننا المبيت في هذه الغرفة دون تناول أي سعرات حرارية. عودة إلى مطبخ الفندق، حيث ينبغي لمزيج حلوى الميلاد أن يتخمر ليوم على الأقل، لكن الكثيرين يتركونه عدة أسابيع. يوضع العجين على البخار، لذلك تصبح الحلوى رطبة وغنية بمحتوياتها. وهذه الحلويات عادة ما تؤكل ساخنة وتقدم بعد وجبة الطعام، فهي حلوة المذاق بشكل عام. قبل تناول حلوى الميلاد يتم سكب الكحول عليها وإشعالها. وإشعال الحلوى هو ذروة عشاء الميلاد. أفضل ما يقدم مع حلوى الميلاد هي صلصة الفاني أو زبدة البرانتي أو القشطة، فهي ليست حلوى بسيطة، إنها غنية جداً وفيها نكهة كحول لذيذة تضفي على متذوقها متعة وشعوراً بالسعادة.